بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. معلومة مهمة جدا هي موضوع كلمة النهاردة. كل شيء في الدنيا له ظاهر وباطن، أقصد أن كل موقف في الدنيا فيه أحداث ظاهرة، لكن من وراء الأحداث الظاهرة دي في وراها معاني. ظاهر الأحداث تشوفها بعينيك، والمعاني اللي من وراء الأحداث يشوفها ويفهمها قلبك. قلبك اللي ليه عيون اسمها البصيرة. مواقف كتير أنا ما انتفعتش بيها، وخبرات كتير ما تعلمتهاش في مواقف عدت عليا، ورسائل كتير من ربنا كان ربنا بيبعتها لي في كلام لبعض الناس أو نعم أو ابتلاءات، لكن القلب مش شايف، عيونه متغمية. عشان كده ربنا في القرآن بيقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وكان زمان أهلنا يقولوا كلمة تخوف أو يقولك العمى عمى القلب. مش مسألة انك انت شفت النعمة او شفت البلاء او سمعت نصيحة او كلمة من حد، لا، انت لازم قلبك يفهم ما وراء الاحداث. عشان كده ربنا في القرآن بيقول ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى واضل سبيلا. معنى الآية اللي مش هيشوف ربنا بقلبه ويحس بكرمه وقربه ونعيمه في الدنيا ولطفه بينا اثناء البلاء اكنه اعمى في الدنيا. احنا اتخلقنا في الدنيا عشان نحس بربنا ونحس بمساعدته لينا ولطفه بينا في كل موقف. حتى زمان أهلنا يقولوا قدر ولطف، كانوا بقلوبهم بيشوفوا لطف ربنا في كل بلاء. لكن اللي بيغمي عيون القلب اللي هي اسمها عيون البصيرة كتر الذنوب وقلة التوبة، الأخطاء الكتير المتراكمة ورا بعض، والإنسان مش بيحاسب نفسه. النهاردة ظلم ده، بكرة بص على دي، بعد بكرة اغتاب ده، بعده مد إيده المال حرام، وفي يوم أخر صلوات. ذنوب ذنوب ذنوب، ومش المشكلة في الذنوب، المشكلة في قلة التوبة وحساب النفس. فبتتراكم أتربة الذنوب على القلب، فالقلب ما يشوفش ما وراء الأحداث، ما يشوفش المعاني والرسائل الربانية اليومية اللي ربنا بيربي بيها العباد. عشان كده ربنا في القرآن قال بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. معنى الآية لو كنت كثير التوبة وعمال بتحاول على قد ما تقدر تبعد عن الغلطات والذنوب، وكل ما تذنب ترجع لربنا وتقول له يا رب سامحني، ربنا هينظف لك قلبك عشان قلبك يشوف. التوبة والاستغفار أكنك بتمسح إزاز العربية أو إزاز النظارة بتاعك، أنت بتشوف الرؤية الصح. علشان كده بوصي نفسي وإياكم، في معاني كتير في الدنيا مش هتفهمها، شخصيات مش هتعرف تحللها، إحساس بالخير والشر في خطوات، إنك تستخير ربنا وتاخد قرار على بصيرة. عارف يعني على بصيرة؟ يعني قلبك يكون حاسس بالصح. ده مش هيحصل إلا لما الإنسان يكون كثير الاستغفار وكثير التوبة. كان سيدنا أبو بكر الصديق يقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يقصد يقول يا رب ورينا الحق حق، خلي قلبي نقي عشان أشوف الصح صح، ما أشوفش الصح غلط، أو أشوف الغلط ناس كتير بتعمله فحس إن هو صح. يا رب أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الحل أكثر من الاستغفار، يملأ قلبك بالمعاني ويفهمك الأسرار. خليك دايما بتقول استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم، كأنك بتمسح من على قلبك تراب الذنوب، عشان دايما تبقى شايف ما وراء الأشياء، دايما تبقى شايف الحقيقة. ربنا يهدينا وياخد بأيدينا وينور بصيرتنا، وربنا معاكم، والحمد لله رب العالمين.